طيب دلوقتي احنا هنتكلم عن دلوقتي احنا هنتكلم عن الشاشه. زي ما قلت لكم انا قلت لكم هحاول اصورها لكم. الشاشه بتتغير مع المود. احنا لو غيرنا المود احنا دلوقتي على السبورت زي ما شفتوا النقله تبع او الترانزيشن تبع تغيير الشاشه, لان هو البرفورمانس كله بيتغير والشاشه بتتغير. هنا هنروح على التراك مود. التراك مود زي ما انتم شايفين هو كله فول ديجيتال. انا بصور طبعا على قد ما اقدر بكاميرا شويه صغيره, بس هي مركزه كتير على الشاشه. انا غيرته مره تانية. هنا رجعته تاني على التور مود. احنا شايفين ده الماي مود, اقدر اعمله بيرسوناليزيشن, اختار المود اللي انا احب اسوق عليه. طبعا تغيير المودز بيغير كتير من استهلاك البترول, من صوت السياره, الاكزوست, البرفورمانس, الالوان بتتغير, البريك بيتغير, الستيرنج, طريقه السواقه كلها بتتغير. طبعا بتقدر تغير في اي وقت وانت سايق, بتقدر تمشي على اي مود طول الوقت, تغير وانت ماشي في اي مكان في اي وقت حسب ما انت عايز. ده ما بيأثرش خالص على اداء السياره وعلى على اي حاجه فيها خالص. حاجه هتنقل هنا طبعا على الشاشه زي ما احنا شايفين. نروح على الهوم. الشاشه بتاعتنا هنا الهوم بيورينا الاوديو طبعا كامل. نرجع مره ثانيه, التليفون موصلين. النافيجيشن هو تمام. النافيجيشن هو جوجل مابس. تمام جوجل مابس حلو. تمام عندنا ال 3 دي وال 2 دي والنايت فيجن. انت بتختار اللي انت عايزه طبعا, تعمل السيتنجز اللي انت حبيت. هو مبين ان احنا في العين في الصحراء لان احنا موجودين في سويحان. نرجع مره ثانيه نشوف لو في اكتر من يوزر بيستخدم السياره, احنا نقدر نشوفهم. البي دي ار دي ده شيء مهم جدا. البي دي ار اللي هو تقدر تسجل اللابس تبعك لو انت على تراك, يعني بتشوف التايمنجز وتشوف الفيديو تبعها والاوفرلاي واللاب تايمنج والحاجات دي كلها. ريكوردنجز كلها بتبان هنا وتعمل له السيتنجز زي ما انت حبيت. تمام ايه تاني كمل. نروح على ايوه عندنا حاجه مهمه جدا, الابل كار.